أقام المركز الثقافي في بانياسا مهرجان دير البشل للثقافة والفنون الثاني برعاية شعبة حزب البعث العربي الاشتراكي. هذا النشاط يأتي ضمن الثقافة التي تنتشر في ثقافة سوريا أمنا الكبيرة بنشر ثقافة المحبة بدءا من المركز الثقافي إلى هذا الجبل الأشم، حتى في أماكن تواجد، حتى في أصغر تجمعات، ليظهر أن هذا الإنسان السوري الأصيل يمتلك هذه الثقافة التي ورثها من آلاف السنين. مهرجان دير البشل للثقافة والفنون في عامه الثاني 2017، هذا المهرجان أتى في إطار الانتقال بالمركز الثقافي إلى مختلف المناطق، إلى الريف، ودير البشل قرية من قرى بانياس. هذه القرية فيها مثقفين وفيها كتاب وفيها حتى الأطفال عندما سمعوا بالمهرجان هرعوا إلى مكان المهرجان. المهرجان يستمر 3 أيام، اليوم الأول راح يكون للشعر، في اليوم الثاني راح تكون أمسية زجلية، هذا النوع أي الزجل من النوع المحبب لأهل المنطقة. في اليوم الثالث أيضا هناك حفل فني طربي يتخلله أغاني تراثية. المهرجان هو خطوة لنقل المعرفة والثقافة والفن إلى مدارس الريف من أجل إعادة إنعاش المجتمع المدني، ومن أجل الكشف عن مواهب في المدارس وفي الأرياف. تضمن المهرجان أمسيات شعرية وزجلية إضافة لحفلات فنية وتراثية. هذا المهرجان السنوي الذي نشارك فيه دائما أشبه بالعيد السنوي في هذه المنطقة، ويشارك فيه عدد كبير من الأدباء والشعراء والمفكرين والمغنين أيضا، بالإضافة إلى فرق الكورال. نحن دائما نتمنى أن يكون في كل قرية مهرجان، في كل قرية عرس لهذا الوطن، وخاصة في ظل هذه الانتصارات التي يحققها جيشنا العربي السوري. كانت الفكرة الانطلاق الخروج إلى القرى، نقل النشاط الثقافي إلى حيث البيئة المحلية، لأنه ربما لا نستطيع أن نستقطب الجميع أو نجذبهم إلى المركز الثقافي إلى أقطاب المدن، خاصة في مواسم العمل ومواسم المدارس. فقلنا نحضر إليهم بما لدينا بحيث أنه يستمعوا لنتاجات الشعراء والأدباء ويتعرفون عليهم. تهدف فعاليات المركز الثقافي إلى نقل أنشطتها إلى الريف وعدم حصرها بالمركز فقط، بما يساهم في تنمية الحركة الثقافية في بانياس.